لو هتوصفوا 2020 بأغنية تغنوا ايه؟ مع السلامة، مع السلامة اللي عايز يمشي المركب اللي ما ترجعش. كان يوم السويد يوم ما جيتي، وداع يا دنيا وداع. الدنيا ماشية بالراحت عليا مثلا. حرام يا دنيا مش كده، ده كتير عليا كل ده، ما تاخدنيش كتير فعلا. يخلي السلاح صاحي. او لو لعبت يا زهري مثلا. كملي. كان نفسي كان يعني ان زهري يلعب بس ما لعبش. هي سنة سودة اصلا، هي سنة باينة من اولها. لو هنوصفها باسم فيلم، مسلسل، مسرحية، العيال كبرت. العيال كبرت. وايه تاني؟ كفايه اول العيال كبرت، ما خلاص كبرت وعجزت شعرها وقع كمان. اي حاجه كئيبه حطها، اي حاجه كئيبه. النهايه تقريبا. النهايه هو ده. الفيلم اللي اسمه ساعه ونص بتاع القطر ده. ده فيلم صعب قوي. انا اسود. ممكن مسلسل النهايه. النهايه مثلا. النهايه كله قال النهايه. هي النهايه، مفيش حاجه تانية يعني، ما لهاش حاجه تانية تفكر فيها. هو ده الوصف فاهم، اللي يعمل كل اللي احنا فيه ده. انا كانت مليئه بالكآبه وكده، فالحمد لله ان هي مشاكل عدد. بس هي مشاكل بس يعني، انا ما حصلليش اي حاجه غير مشاكل تقريبا. يا رب يبقى اللي جاي احلى. بس هو من ساعه ما تامر حسني قال اللي جاي احلى. مفيش، ما شفناش احلى بعد كده. انا وجبت والله. كل القديم كان احلى، بعد كده الجديد كله الحمد لله يعني. سكة السلامة، وشفت انا منك انت ياما. طب يلا مع السلامة. غرف ده يا بقى. خلاص والله زينا منك.